نرجع بقى للأغاني تاني. نمبر 1 جابت 435 ألف لايك و 93 ألف ديسلايك. أغنية الملك لغاية النهاردة طبعا إن شاء الله مكملة، عاملة 135 ألف لايك و 92 ألف ديسلايك على اليوتيوب. أما بتقعد أنت تفكر مع نفسك، ما بتحسش أن 92 ألف ديسلايك كده كتير؟ أنت جبت بقى اتكلمت في موضوع مهم جدا، عدد الديسلايك الكبير. يعني أنا بقول لمستمعينا ممكن يعملوا تجربة كده عظيمة ويتفاعلوا زي ما أنا بتفاعل كده بعمل ده أنا بعمله يعني بنفسي، إنهم يدخلوا على اليوتيوب يكتبوا اسم أي سورة في القرآن الكريم لأي قارئ هم بيحبوه وإحنا بنحبه كلنا، هتلاقي عدد كبير برضو في الديسلايك. ولذلك مثلا أنا ومحمود رمضان بنقعد ندخل على صور القرآن نعمل لايك لما اكتشفنا الموضوع ده. فده من نحن، من أنا، يعني أنا لا أسوأ جناح بعوضة في حرف من كتاب الله. فلما بدخل على اليوتيوب ولاقي مثلا صورة البقرة بصوت عبد البصر عبد الصمد فيها ما يقرب من 16 ألف ديسلايك، اي حد يعمل عليها ديسلايك يعني. لا، من انا عشان ازعل ان حد عامل لنا ديسلايك؟ لا، انا لو هزعل على ان في حد عمل على كلام ربنا ديسلايك، وغيرتي على ديني هي اللي بتخليني ادخل على اليوتيوب عشان اعمل لايك كل صورة. وبقول لمستمعينا كل صورة تفتحها في على اليوتيوب علشان اعمل لايك، يعمل لك، لان في ناس بتدخل ناس. فده مقياس، يعني مقياس يعني كلام ربنا في ناس ما بس. فالفكره ان 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 دي سنه الحياه، لا يجتمع الناس على شيء، يعني دي سنه الحياه. ربنا عز وجل اكيد ليه حكمه في ذلك، انه يخلقنا مختلفين في الاذواق وفي الاراء وفي الاديان وفي كل شيء.